طب خليني اقول لك بمناسبه الكابتن محمود يا دكتور، الصوره اللي قدامنا دي من الشيخ زايد، ده الشيخ زايد يعني مع كل هذه الانشاءات الضخمه وميزانيه النشاط الرياضي القياسيه والميزانيه الاضخم في تاريخ النادي، هل كان من الممكن بعد عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعيه المجلس يناقش الميزانيه مع الاعضاء الحاضرين ولو على بشكل ودي؟ لا دي مخالفه، دي تعد مخالفه. ان انت مخالفه النادي الاهلي في ثلاث كلمات موجودين على يعني بوابات النادي الاهلي الرئيسيه اللي تم تطويرها في الحقيقه. أيوة. فريق مبادئ تطوير. أيوة. النادي الاهلي من ضمن مبادئه احترام القانون، والقانون الذي يحكم الرياضه او الذي يحكم النادي الاهلي داخل جدرانه هو النظام الاساسي للنادي الاهلي. عندما يقر النظام الاساسي ان اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجمعيه العموميه في اليوم الثاني هو 10% او 5000 ايوما اقل بشرط حضور 50% من عدد المسجلين في الجداول، يعني 2500 من ال 5000، وعندما يكون هناك ممثل للجهه الاداريه هو المسؤول عن اعلان اكتمال النصاب او عدم اعلانه، بالاضافه الى ممثلين قضائيين موجودين من اللجنه الاولمبيه المصريه، النادي الاهلي دائما يحترم اختصاصات الجهات الاداريه المشرفه على الجمعيات العموميه، وبالتالي لا يجوز للنادي الاهلي ان يطلب فتح باب النقاش بعد ان يعلن ممثل الجهه الاداريه ان الجمعيه العموميه لم تكتمل، وبالتالي تحال مهام الجمعيه العموميه الى مجلس الاداره. وهذا يعني ايه؟ هذا يعني ان المكاتب الاداريه عندنا، يمكن حضراتكم يمكن احنا كنا بنتكلم بالطبيعه وحضرتك بتقول لي احنا بنتصل بيا، بقول لحضرتك معلش انا كان عندي الشغل وشغالين على مدار ال 24 ساعه، مش بنبالغ بمبالغه شديده، يمكن احنا كان عندنا الجمعيه العموميه انتهت في النادي الساعه 9، كنا توجهنا مباشره لقاعه المؤتمر لتجهيز المؤتمر واعداده بالشكل الذي يليق بمكانه وقيمه اعضاء النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي وعلامه تجاريه للنادي الاهلي، وبالتالي خرج الاحتفال في اليوم التالي. ويمكن احنا النهارده الخميس ما فيش عندنا فتره للراحه، ولكن على الرغم من كده احنا مكاتبنا مفتوحه لكل اعضاء النادي الاهلي، وبالفعل بعد الجمعيه العموميه بعد يعني اعلان السيد ممثل الجهه الاداريه وكيل اول الوزاره للشباب والرياضه ايضا، وفي حضور المستشارين القانونيين الموقرين من اللجنه الاولمبيه بعدم اكتمال يعني النصاب القانوني للجمعيه، انا جالي بعض اعضاء من الشيخ زايد، يعني انا بذكر اهوت الاماكن، وفي الحقيقه اوجه الشكر الجزيل لمجلس الاداره على الجهود اللي تم بذلها، وبالذات في الشهور الاخيره في الحقيقه اللي هم لمسوه ايضا، وهم عندهم كمان ثقه في ان شاء الله الطفره الانشائيه اللي جايه في كل المقرات ان هم عندهم ثقه وان احنا مكملين. وده ليه انت دايما ما بتبصش للجانب الايجابي في الموضوع؟ عدم اكتمال النصاب القانوني ايضا للجمعيه، والكابتن عدلي طبعا يعني واحد من الرموز اللي موجوده في النادي الاهلي، واحنا اتعلمنا منه ممارس مهمه المدير التنفيذي، وحضرتك يا استاذ ابراهيم واحد من الكبار الاعلاميين اللي غطوا كل الجمعيات العموميه، عدم اكتمال الجمعيه العموميه هي ايضا يجب ان يتم اخذها في شكل اعلان الثقه في ما تم من مجلس اداره النادي الاهلي، الجمعيه العموميه للنادي الاهلي على فكره حريصه جدا 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 على كل يوم، لكل يوم بيقضيه مجلس الاداره، وبتتابع العمل اللي بيتم يوم بيوم. انا مكتبي مفتوح اليوم بالكامل. وتاكيدا على كلامك يا دكتور سعد، عاده الجمعيات عبر التاريخ الماضي لا تكتمل الا في ظل المشاكل، فعدم اكتمالها بيقول لك ان الدنيا ماشيه. يعني خلينا ما نقولش المشاكل، خلينا نقول ان في يعني ممكن نقول لو في مطالب ملحه، يعني لو في كارثه ملحه، لو في كارثه، انا عايز اقول كارثه، لان انت عندك طالما المشاكل لا هيواجهك مشاكل كل يوم كل يوم اكيد. لا نتحدث مشاكل يعني تستدعي ان الاعضاء يكرسوا نفسهم عشان يجوا دوافع، يبقى فيها دوافع اخفاقات ضخمه او عندك حاجه لكن انت ما عندك، بالعكس انت عندك انجازات ضخمه. عايزين نقول انك عندك انجازات ضخمه، الانجازات خلت الاعضاء موجودين في النادي بيتفرجوا على الشاشات ويعني عندهم هذا التجديد للثقه وما اهتموش ان هم يروحوا يسجلوا. وفي الحقيقه ده بيبقى دايما احنا كمان في النادي الاهلي عندنا فلسفه، يعني النادي الاهلي دايما له فلسفته ما بين مختلف الانديه المصريه،
احنا عارفين ان احنا دايما بندي الثقه. يجي مثلا لما تيجي تتكلم انت هتحاسب المدير الفني يقول لك ما بنحاسبوش بالقطعه بالظبط، احنا بنديله الموسم لحد ما ينتهي الموسم. احنا النهارده الدوره الانتخابيه بتاعه المجلس مدتها 4 سنوات، هو حاطط بلان ل4 سنين، البلان بتاعه ال4 سنين الاعضاء عندهم رصد اكتر من رائع لكل الانجازات اللي بتتم خلال ال4 سنوات. وكان عندنا 4 سنوات ماضيه في الحقيقه كان فيها استحسان وتقدير ايضا من الجمعيه العموميه، وكان في تجديد ثقه في الكابتن محمود الخطيب وفريق العمل اللي بيقوده الكابتن محمود ومجلس ادارته الموقر في الحقيقه، لانه شافوا ال4 سنين كل الوعود اللي تم الوعد بيها حققت بنسب تتجاوز ما تم حتى الوفاء الوعد بيه، يعني تم الوفاء بيه. فدايما النادي الاهلي عنده حاجه مختلفه، النادي الاهلي نموذج مختلف، احنا دايما فخورين بيه. الحمد لله الحمد لله. دكتور سعد احنا اجهدناك بعد يوم عمل مضني بالنسبه لك. انا مشفق عليك والله، ربنا معاك. شكرا جزيلا للدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي.